العفسه هذه قال لك لازم تلبس هكذا باش تقدر تدخل العفسه. سير يا قومي شنو عفسه شابه. انا لا عجبني الحال شريك، عجبني الحال في حاجه منهم مازالهم شادين في العادات والتقاليد تاعهم. هذه صافي بليزير الحاجه الاولى اللي روماركيتوها لهنا كي تكون داخل العرس ماشي كيما عندنا حنا في الجزائر ولا في الجي، هي انك تنحي صباطك باش تدخل باسكو كاين زرابه وكاع دونك سكيفي باش ما تسخش زرابه هذوك، تنحي صباطك وتدخل تقعد. لا لا يا فريمون او تعقمني الجو باسكو راني جاي من الغواط وراني ما كليت والو توت لا جورني، ما كليت والو في نهار كومبلي، دونك تعقمني الجو وحكمني الضحك. وميم طون علاش حكمني الضحك؟ باسكو انا ما كنتش نسنى في العرس هكذا، حكمني الضحك شغل عفسه بوزيتيف عفسه مليحه، باسكو شغل ماشي مضاري نحضر العرس هكذا. تاع تدخل لازم لك تلبس هذيك العفسه سي اوبليغاتوار. علاش هذيك العفسه يلبسوها؟ بس باش الناس يبانوا كاع كيف كيف، يعني ما كاش كيما يقول لك تو في با لا ديفيرونس بين واحد، ما ديرش الفرق بين واحد زوالي وواحد مرفع، يعني كيما يقول لك الناس كل سواسيه. وهذه العفسه عجبتني بزاف. لهنا كي تدخل تلقى طابله توجور طابله وفيها فيها صالات تما تاكل صالات، ومن بعد موراها تجيب لك الدوزيام بلان. فوالا يجيب لك شوربه اشاك فوا تما شاك عرس تروح ليه، سوا تلقى شوربه صالات شوربه سوا تلقى طعام. علاش يديروا الشوربه علاش يديروا طعام في كاع العرس تاعهم؟ باش كيما قلت لكم كيما الشوسو كيما اللبسه، باش ما ديرش لا ديفيرونس بين واحد لاباس به وواحد زوالي، يعني الناس كل سواسيه. هنا زعما في الجزائر ولا اون جينيرال توجور تقول ها هذاك دار كبده مشرمله، او هذاك دار كذا، او هذاك دار كذا، او هذاك لاباس به سي بور سا دار عشا كذا، او هذاك لا لا تما لا لا تما كاع الناس كيف كيف، سوا دير طعام سوا دير شوربه. هذا واش كاين باش ما ديرش لا ديفيرونس. انا قلت لك عجبتني بزاف العفسه هذه، يعني حاب كاع اللي حاب الجزائر كاع تولي هكذا. ثاني اللي عجبتني بزاف انه دوك كاين بزاف فيس بوزيتيف كاين بزاف فيس نيجاتيف. حنا نهضروا على الفيس بوزيتيف، الطبسي هذاك لازم تكملو تملو تمسحو كاع تما تخليه كيما يقولوا يشعل يبرا كيما يقولوا جديد. لهنايا ديريكت موراها مور الماكله تروح ديريكت لواحد الصاله، هذيك الصاله هما ديريكت شغل تياط يروحوا تما يديروا اناشيد. ماركيو بلي دراري صغار هما يحطوهم الطابله الاولى بليتو في الصف الاول، دراري صغار يحطوهم الصف الاول والكبار يحطوهم من الاخر باش الكبار يقدروا يشوفوا الصغار شغل على حسب اللي طايف. حسب ان شاء الله. يوم المامي وغايه الانسان الى اقاربي. هنا كومبارازا كيما راكم تشوفوا هذوك الغاشي اللي هما الفوق هذوك الكبار هذوك هذوك هما كيما يقول لك العريس، هذوك هما العريس كاين 11 عريس لتما، تما العريس يجوا كاع لتما مور ما ياكلوا كاع يروحوا كاع اللي يديروا اناشيد دينيه تاعهم لتما وتلقاهم كاع لتما مستفين 11 عريس كاين. الله يبارك. انا العريس انا العريس كشهاده مور ما يديروا اناشيد دينيه وكاع يديروا ديريكت تيارتي تيارتي تما يديروا مسرحيه وفيها الضحك فيها كذا فيها معاني فيها سهيل بلا سهيل. مور ما خلاص العرس والحكاية عقب وكاع جابونا لهنايا في الدار هادي، هادي غدوة صباح نوريها لكم. أنا درت شعلت لاكاميرا برك تحت نرقد ما كي شفت الشميني هذايا، أنا نموت على الشميني جيك لقيت الحطب وكاع أنا تاع غابة. شعلت شميني بانت لي شعل شميني ريحة الطبيعة يا خويا. من هاو نقول لكم بونوي اسكا ان شاء الله تشاو. صباح الخير واش راكم؟ صحتكم بخير؟ انا صباح ما قدرتش نهضر بابا سلامي ما قدرتش نهضر. البروغرام تاع اليوم على باليش فقط سنة حاج تاني جاي قال لي عاد ساعة
هاي الساعة إذا ما جاش وفق لك مليون الساعة باقي شي خلينا إذا ما جاش إيه وبرو فيديو من الكمبيوتر تاع هاد الدار هادي هي عم يسني بلامش هاي هذاك شغل صالون هذا جوغ صالون وعندك دا عندك شمال هنايا شنو كاين هيك انا راني راقد هنا هاديك البيزي ساكادو دوزا عندك صالون صالون عندك من كنتي من هناك عندك الديانة غادي هيك نتصب دابا هنا جاي واحدة أخرى عندك زعزع هذا ما تصبح ربي عندك هنا الشومبر لهنايا وهذا كامل زال زال ستيكر شو ستيكر ولا لي فيون باسكو انا فلوب لي تاع لي فيون واش عندك هنا بيان تاع هادي تاع ديك شنو واحد انا عندك ما كوزين كوزينو امي ستيكر فيها هذيك شغل راهم بريباري فيها باش الناس ولي اللي دي قاعد لهنا انا وبرا برا عندك جاردن صافي جيجا برا عندك جاردن عندك بو جاردن جاردن كبير وعندك بيسين هنا بغيت لي طاري ستيكي وهذا باسكو سي المونتار هادي كانت ابوندوني و هادي اللي كبيرة عندك بيسين هنا دونك هادو جو سي با البارح سمعتو يقول بلي 15000 دينار ولا لانويتي شنو 15000 دينار ماشي بنادم تما قولو عايلة شايف قام اللي تروح للوتيل تكلي شومبرة ب 800000 يا تبان لي انتيك يا سيان كومي ما يباليش هادي هي وين بت وين راني لو كان نستناو الشيخ عز الدين نحب السترينك ديالي بسنا شي راح الزين ونتكل على ربي انا خرج صباح ربي حسب الله هو تلاقيت به ماشي طول مي انا تقلقت ما حبيتش نقعد تما بيت نروح نبروفيتي نروح نتقهوى نروح كذا باش ما نضيعش الوقت اللي جاي اللي جاي اللي كاو جا هو راح دوكا نتقهوى وبعد بعد بون تقهوينا ديريكسيون وين تغرديت روحوا لتغرديت هاي بسم الله روح بك خيسنا بركة لا مكان قلت له روح بك خيسنا جندام لا بوليس نورمال ما كاش ديرونجمون انفيتي تصورهم هذا ما كان صور نورمال روحك هذه هذه لوح العشبة خليها في الطبخ مدة 30 دقيقة تبغى تقلب كيما لا تاي ومع طفي النار خليها تروبوزي واحد نص ساعة تروبوزي صفيها في قرعة تخليها في الفريجيدير العشبة ارميها ما تنفعش صايب انا طيبتها لا المهم اللي راهي في الفريجيدير كل لتر هموادر هي ومن بعد الرطبة ونصد اشارات وظاهرة في كل مكان سيدي بالعباس وطن المحبة في
فيها وصلت الزهر وبلو فيها تبخيرها مقامو يا غربة بشمور روحنا وعم برو ريحان نمشي مخلصين لازم ضرب واحد هكذا نغلم فرحة تيربو 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 الجزائر 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 العرس تاع البارح واليوم دوكا كيما يقولوا الفطور وفي العرس دائما تما لازم تلبس العبايه العبايه هذه تلقاهم لابسينها كاع تما يعني في المناسبات ولا في الجماعه يعني كي رحنا صينا الجماعه دخلنا الجامع لقينا كاع الناس لابسين هذيك العبايه ما ديرش المهم في الجامع ما ديرش لا ديفيرونس بين الزوالي وبين المرفه ما تنصلينا تنصلينا هكذا صليت معاهم عادي كان هذيك اللي يقول لك بني مزار ومنا وغردايا ما يكسبتيوش البراني ولا ما يكسبتيوش العرب ولا صليت معاهم نورمال جدو عادي نورمال نصلينا الفاتحه الله اكبر الله اكبر صلينا قرا الفاتحه مول الفاتحه هنا في الجزائر ولا في ارجون جينيرال يقولوا امين جسمه الفاتحه يقولوا امين لقيت روحي جامع كومبلي غير وحدي نقول امين شغل صرت ما موش ولا صرات لي بانيكا شويه هكذا تاع ما كان والو بدي نوصل واش كاينك فاهم واش ندير بعدا صلينا نورمال عجبتني واحد اخرى تلعب سداني في الخطبه تاعهم بزاف هايله على ماركتها يعني ما يحكيلكش على فلسطين يحكي لك على سوريا وشو صاري في البلدان الاخرى ولا شو صاري هنا في الجزائر اون جينيرال يحكي لك شو صاري في حومته قال يا ودي احنا عندنا مشكل في حومتنا يا ودي نشوف الواد هذاك او المسلخ وكاع نديروا حمله تنظيفيه لحد 2 و3 اللي كيما يقول لك ينصح ويوعي الناس اللي عايشين في الفلوطور اش تيعوا في حومته ويحكي لك على عفسه اير على حومته هذه عفسه طوب بزاف ومن هنا نقول لكم تخلص الفيديو لهنايا على بالي بلي شغل جينيتي شويه شغل نكوبيها بزاف مي قلت لكم لو كان ديرها كبيره بزاف ما على بالي بلي لا ماجوريتي ما يشوفوهاش دونك حبيت نخليها لهنا 14 مينوت ولا 15 مينوت ونتلاقوا في فيديو واحد اخر ان شاء الله تشاو Go!